أما في السوق الكويتي فقد أغلق المؤشر السوق الأول بورصة الكويت منخفضا بنسبة 1.12% عند مستوى 7555 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليون دينارا. وجاء سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4% يغلق عند دينار فاصل 17. ثلاث سهم أعيان الإجارة والاستثمار بنسبة 2.44% ليغلق عند 0.12 دينار. ثلاث سهم شركة عقارات الكويت بنسبة 0.92% ليغلق عند 0.11 دينار. بينما تصدر سهم بنك الكويتي الوطني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 2.28% ليغلق عند 0.94 دينار.